المسيح فحياتي بعد جهد في حماه تستريح، ولا رجوع للوراء فالوراء كالعدم، ولا حنين للشقاء قد مضى عهد الظلام، وكل شيء في وجودي يتغنى بالفداء. ليس شيء يفصلني عن محبة المسيح، فحياتي بعد جهد في حماه تستريح. نقول تاني البيت ده، ولا رجوع للوراء فالوراء كالعدم، ولا حنين للشقاء قد مضى عهد الظلام، وكل شيء في وجودي يتغنى بالفداء. ليس شيء يفصلني عن محبة المسيح، فحياتي بعد جهد في حماه تستريح. علمني كيف أصلي. يا رب نكون عارفينها ولا لا. مش كده كويس. في حد نقولها مرة؟ لو مش عارفينها المرة الجاية هنحفظها بشويش. علمني كيف أصلي، علمني يا يسوع، علمني كيف أصلي وأذرف الدموع، علمني كيف أصلي، علمني يا يسوع، علمني كيف أصلي وأذرف الدموع. فرغني بالتمام من ذاتي والآثام، قدسني كي أكون نورا للأنام. علمني ربي كيف أصلي، علمني ربي كيف أصلي، علمني كيف أصلي، علمني كيف أصلي، علمني يا يسوع، علمني ربي، وخلي قلبي دوما يجوع للعيش قربك، بقرب قلبك، لكي ما أسعد بحب شخصك. علمني ربي كيف أصلي، علمني ربي كيف أصلي، علمني كيف أصلي، علمني كيف أصلي، علمني يا يسوع، علمني كيف أصلي بالروح بخشوع. ادخلني لخيبك لأنظر بهك، فأسبى بسناك وأحيا في سماك. علمني ربي كيف أصلي، علمني ربي كيف أصلي،
بحاول أكبر الصورة بس شوية. كده يعني أوضح شوية. معلش يعني متابع على شاشة واحدة. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنتابع دراستنا في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح الثامن. الحقيقة الرسالة دي فيها تركيز كبير قوي على موضوع المحبة. لسه هنيجي في الإصحاح 13 إصحاح كامل عن المحبة. لكن من بداية الرسالة معلمنا بولس الرسول بيتكلم إن المحبة هي العصب بتاع الكنيسة اللي بيربط الكنيسة ببعض. وإذا غابت المحبة تظهر كتير من المشاكل. كتير من المشاكل من ضمنها مشاكل الجبهات والانقسامات اللي عالجها في الإصحاحات الأربعة الأولى، ومن ضمنها مشاكل في العلاقات اللي بينهم وبين بعض، وفي القضايا اللي بينهم وبين بعض، والمشاكل اللي رايحين يقدموها للقضاء الخارجي زي ما عالجها في الإصحاح السادس. والموضوع اللي هيتكلم فيه في الإصحاح الثامن هو موضوع ما ذبح للأوثان، أساسه برضو نقص المحبة. فعلا سيد المسيح لما قال للتلاميذ قال لهم بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. ومن غير الحب تبقى الكنيسة زي أي مؤسسة أو تجمع، في متاعب وفي مشاكل وفي خلافات وفي اضطرابات وفي ناس ضد بعضها وفي ناس هيجة على ناس، ما بقيناش جسد المسيح الواحد. عارفين لما الجسد بتاع الإنسان يهيج على بعضه يهيج على بعضه، يقول لك ده الجسم بيخبط في بعضه، في نوع من الأمراض في الجسم سموها الكولاجين ديسيزس، او غالبيتها بتبقى امراض في جهاز المناعه. جهاز المناعه ده زي البوليس بتاع الجسم، المفروض يعني لما يشوف عدو غريب يقف ضده يعني ويتجمع ضده، ما بيجرح الانسان ولا الجرح ده يتلوث. بص تلاقي حصل احمرار، للاحمرار ده تجمع دموي والكرات الدم البيضة بتبتدي تتجمع عشان تقاوم الأعداء اللي جايين عايزين يدخلوا يسمموا الجسم. كويس، ده الشغل الطبيعي، إن الجسم فيه أجهزة مناعة بتقاوم أي حد غريب عايز يدخل،
عشان تحافظ على نقاوة الجسم وسلامته. لكن لما الجسم يحصل فيه اضطراب داخلي يضرب في بعضه تحصل مشاكل خطيرة. يقول لك ده عنده روماتيزم. ايه الروماتيزم ده؟ ده تفاعل داخل الجسم ما بين حاجات جوه الجسم مع بعضها، تسبب متاعب في المفاصل، تسبب متاعب في القلب، تسبب التهابات. الالتهابات دي داخلية الجسم منه فيه نتيجة خلل في جهاز المناعة. اعتبر ان العضو الجنب اللي جنبه ده اللي هو عضو معاه في الجسم اعتبره عدو وبيحاربه. ده مش شايف كويس ولا ايه؟ مش شايف، غشم كده، بيحصل خلل كده. فتبص تلاقي ده معاك في الجسم، ده عضو معاك في الجسم، ده انت مفروض تسنده مش تحاربه، لا بيحاربه. ده عضو وحش لازم نمشيه من الجسم. مش هيمشي من الجسم، بس هتبقى في معركة وبس. تلاقي الجزء ده من الجسم التهب ومشاكل بقى. في أمراض من الأمراض دي بتموت من كتر العملية الالتهابية اللي بتزيد تزيد تزيد. نروح للدكتور يقول لك لما يعني مش أنا كل اللي نقدر نعمله إن إحنا نهدي المعركة، ناخد شوية حاجات مضادات للالتهاب وناخد كورتيزون في ناس بتعيش على كده، لأن في خلل داخلي في الجسم لو ما تلحقش وما تعالجش بيموت الجسم في الآخر أو بيتلف حاجات في الجسم. هكذا الكنيسة، احنا أعضاء متنوعين، متنوعين في المواهب، متنوعين في القدرات، متنوعين في حاجات كتيرة، لكن المفروض ان احنا كلنا نحب بعض وبنكمل بعض وبنسند بعض وبندافع عن بعض مش بنحارب بعض. يعني ايه احنا اعضاء في جسد واحد؟ يعني اعضاء حاسين ببعض، مربوطين ببعض، حاسين ببعض. لكن لو انا مش حاسس وبخبط في اللي حواليا، ده انا مش حاسس بقى بعضويتي في الجسد، يبقى فين المحبه؟ فين المحبه؟ القضيه اللي هيتناولها في الاصحاح الثامن هي ما تسمى بقضية ما ذبح للأوثان. هنقراها مع بعض وبعدين ناخدها كده إيه نقطة نقطة. وأما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا علما، العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف. ولكن إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده. فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أنه أن ليس وثن في العالم وأن ليس إله آخر إلا واحدا. لأنه إن كان وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. ولكن ليس العلم في الجميع، بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن، فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس. ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص. ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء. لأنه إن رآك أحد يا من له علم متكئا في هيكل وثن أفلا يتقوى ضميره إذ هو ضعيف حتى يأكل ما ذبح للأوثان؟ فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله. وهكذا يستخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف
تخطئون إلى المسيح. لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن أكل لحما إلى الأبد لألا أعثر أخي. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا. أمين. هو لسه هيكمل على الموضوع ده كل الإصحاح التاسع، ويدخل منه على خدمته وإزاي هو كان بيراعي إنه ما يعثرش حد، بالعكس ينزل لمستوى كل واحد عشان يكسب. فهو هيكمل، بس احنا نركز النهاردة على الإصحاح ده، يمكن ناخد حتة صغيرة في الآخر كده بداية الإصحاح التاسع. القضية إنه كان عندهم يعني موجود في كورينثوس عبادة أوثان، وبتقدم ذبائح للأوثان، و ما زال ليهم بعض الأصدقاء من الوثنيين، فساعات يدعوه إنهم يحضروا أو يقعدوا معاهم. في ناس ضميرهم يعني قوي، دي بتختلف من شخصية لشخصية. هنا المقصود بالضمير صلابة النفس من جوه، مش الضمير يعني يعني الميزان بتاع وصية ربنا أو صوت ربنا، لا، مجرد صلابة الشخصية. في ناس عندها صلابة في الشخصية ما تهمهاش، عندهاش مشكلة، يقول لك أنا ماشي مع الناس دي، دول زملاء في العمل، فيش مشكلة، أنا ما بشتركش معهم في حاجة غلط، أنا مجرد موجود معهم. في ناس تانية تتشكك، تقول لك لا أنا ما أبعد، لو دخلت المكان ده أنا ممكن يبقى بالنسبة لي خطية كبيرة، وضميره ما يستحملش. المشكلة في الناس اللي هي قلبها جامد دي وما بتفرقش معاها وعندها صلابة في شخصيتها، إنها ممكن تظهر صورة معثرة لبعض الناس اللي مش هتستحمل. تشوف فلان يقول لك أنا الخادم الفلاني ده يروح يجيب الناس من جوه البار، يقعد معاهم في البار، يقعد معاهم على القهوة. طب ما هو أنت قلبك جامد ورايح تجيب واحد للمسيح، لكن في نفس الوقت في ناس ممكن تشوفك في الوضع ده وتتعب وتعثر. يبقى أنت فكرت من زاوية واحدة، ما فكرتش من زاوية تانية أو من بقية الزوايا، فكرت طبقا لقوة شخصيتك أو لصلابة ضميرك، لكن ما حسيتش بأخوك الضعيف اللي ممكن يعثر بسبب تصرفك. فهنا بيقول من جهة ما ذبح للأوثان كان في جاله كلام إن في بعض الناس بيروحوا يحضروا ممكن ما بيأكلوش، أو لو أكلوا يأكلوا من غير ما يسألوا اللحمة دي كانت مذبوحة للأوثان ولا لا. فالبداية معلمنا بولس الرسول قال لهم عايزين نحط مبدأ عشان نوزن تصرفاتنا عليه، عشان نقيس عليه. إيه هو المبدأ؟ المحبة. ونوزن سلوكنا ده على أساس المحبة. السلوك ده في محبة ولا ما فيهوش محبة؟ المشكلة مش في المعلومات، عندنا كلنا معلومات، ها، لكن المهم المحبة. المحبة هي اللي تبني الكنيسة، هي اللي تقوي بنيان الجسد، وغيابها يضعف الجسد. فقال لهم بص، نعلم أن لجميعنا علما، كل الناس عارفة، اللي ضميره قوي اللي ضميره ضعيف الاثنين عارفين، لكن العلم ينفخ والمحبة تبني. العلم اللي ما فيهوش محبة ممكن ينفخ الإنسان ويخلي الإنسان يحس أنه أحسن من غيره ويتعالى على غيره. علمنا ماري إسحاق السورياني له تعبير جميل، يقول محبة العلم غير المملحة بحب يسوع تأذي الإنسان، تبعد الإنسان عن طريق ربنا، تخليه يتكبر على غيره. محبة العلم لازم تكون
متملحة بحب يسوع. عارفين الأكل ما فيهوش ملح ما يبقاش طعم. لازم حب يسوع يكون مع العلم. كويس ان احنا ندرس وكله كويس ان احنا نتعلم وكويس ان احنا نعرف المزيد، لكن لازم معها محبة المسيح تخلي العلم ده له طعم جميل. واحنا ساعات نشوف علماء بيتكلموا وعندهم معلومات ضخمة لكن ما نرتاحش لطريقتهم، وده من يحسسوا الناس ان الناس ما بتفهمش، هم اللي عارفين، هم بس اللي بيعرفوا وبيتكلموا. في علماء تانيين وتلاقيهم في منتهى الاتضاع وطريقتهم في منتهى الاتضاع، ويتعاملوا مع الناس بمحبة ويحاولوا يوصلوا بكل لطف المعلومة اللي عندهم بصدق للي قدامهم. المحبة أهم، العلم ينفخ لكن المحبة تبني. عشان كده وإحنا في الكنيسة وعايشين مع ربنا وبنسمع عظات كتير، مش عايزين يبقى بس بنسمع معلومات، لازم نبقى بنشرب حب المسيح مع كل كلمة بنسمعها. مرة من المرات كان في أحد العلماء اللاهوتيين، هو أب يعني جليل، سأل سؤال، كان بيدي محاضرة لاهوتية، اتسأل واحد بيقول له كيف نصل إلى النطق اللاهوتي؟ كيف نصل إلى النطق اللاهوتي؟ فرد عليه باللغة العربية الفصحى، قال له هما نطقان. أول حاجة محبة المسيح، تاني حاجة الدراسة والعلم. وقال له بالنص كده، أنا مش ناسي، قال له نحن عشاق يسوع، أولا نحن عشاق يسوع، واللي ما دقش محبة المسيح تلامس معاها وملكت قلبه ورايح يدخل كلية لاهوتية علشان ياخد شهادة ماستر ديجري ولا بي اتش دي في اللاهوت، ده ضل الطريق، ضل الطريق من البداية. نحن عشاق يسوع أولا، وبعدين نقرأ وندرس ونسمع ونتعلم كل حاجة، بس نحن عشاق يسوع وسنظل طول مسيرة حياتنا وإلى الأبد نحن عشاق يسوع أولا. الفترة دي أنا بقرأ شوية في قديس أثناسيوس، عيده الأسبوع الجاي. قديس أثناسيوس قبل أن يكون عالما لاهوتيا ليس له مثيل في تاريخ المسيحية، هو عاشق للمسيح واختبر محبته وفهم يعني ايه المسيح مخلصه الشخصي وتمتع بحبه اولا، وكان بيواجه الأريوسية من هذا المنطلق ان المسيح هو المخلص، ولو المسيح ده مخلوق لا يستطيع ان يخلصني. وحياته في شبابه ومواظبته على الكنيسة وخدمته للأنبا أنطونيوس وحياته معاه الفترة ملك حب يسوع على قلبه. أصل واحد يضحي كل التضحيات دي من شبابه، القديس أثناسيوس من شبابه من بكور شبابه هو محب للكنيسة وعايش في قلبها وشايل همها وشايل مسؤوليتها. كتب كتاب ضد الوثنيين وهو في العشرين، في بداية العشرينات من عمره، يمكن 21 سنة، وكتب تجسد الكلمة. ده مش كتاب ضخم قوي لكن كتاب مهم في بلورة العقيدة المسيحية من ناحية التجسد والفداء، وهو بتاع 23 سنة. ومين اللي كلفه بالكتابة إلا حبه للمسيح مع عمقه في العلم والقراءة وحبه للكتاب المقدس، حبه الشديد
وشغفه الشديد بالكتاب المقدس. قيل عنه، واللي يقرا كتاباته ويشوف بنفسه، انه ينظر انه يوجد سطر واحد من كتاباته ما فيهوش اشاره سواء نصا او روحا لايه من الكتاب المقدس. ولذلك كان بيكتسح الافكار الاريوسيه، بيكتسحها بعشرات الايات. هم يحطوا ايه كده ويبصوا لها من زاويه معينه ويحاولوا يحوروا معناها بطريقه معينه، وهو يقعد يحوط عليهم بعشره 15 ايه 20 ايه، بيكتسح الافكار بتاعتهم. مشبعان من الكتاب المقدس، مشبعان من حب المسيح. اريوسيين كانوا ناس اشرار حتى في سلوكياتهم، قتلة، خبث، الكذب، التلفيق، الافتراء على الناس، الدهاء السياسي، شغل أهل العالم، شغل شر. وهو كان أعزل ولكن كان قوي بحب المسيح، قوي بالكلمة الحية اللي سكن فيه بغنى، كلمة حية سكن فيه بغنى. سكنت فيه ليه؟ علشان عايز ياخد دكتوراه؟ لا، عشان بيحبها، عشان بيحب المسيح من خلالها، علشان داق وتلامس مع المسيح من خلالها. هي كلمة ربنا دي هي اللي بتشبع قلوبنا بحب المسيح. فالعلم لوحده ينفخ، لكن المحبة ايه؟ تبني. شوف القديس أثناسيوس بنى الكنيسة ازاي، لا ينقص العلم لكن كمان أساسه الحب. محبته هي اللي خليته احتمل، محبته هي اللي خليته ثابر، محبته هي اللي خليته واصل الجهاد ضد العالم كله. في وقت من الأوقات كان كل العالم ضده، ومش العالم ضده يعني مثلا بيقول رأي مختلف، لا 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 لا، بقوة السيف والسلطان. الأسقفة الأرثوذكس، الأرثوذكسيين يعني اللي عارفين، اللي ماشيين بحسب إيمان مجمع نقية، يتقتلوا، يتنفوا، يتخلعوا من كراسيهم وتسجنوا كده. وهو كان وهو اتنفى، وكان الدنيا كلها ضده، وهو قال أنا مش ممكن أتنازل عن الحق، مش ممكن أتنازل عن محبة المسيح. العلم مع الحب، من غير المحبة العلم يبقى وبال على الكنيسة، لناطح بقى في بعض مين بيعرف أكتر ومين بيفهم عن مين، وده ما بيفهمش وده أحسن من ده، ونقعد بقى نخلي الكنيسة صراعات. العلم لوحده ينفخ، والنفخة دي كدابة، نفخة كدابة، لأن العلم مهما كان الإنسان بيعرف إيه؟ بعض المعرفة، زي ما هيقولها في الإصحاح 13، بعض المعرفة بيعرف قد إيه يعني علشان يكابر ويتنفخ. شوفوا يقول هنا إيه، يقول فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف. يعني عرف حاجة بسيطة، ودينا بنشوف النهاردة مع تطور العلم قد إيه في مجالات معينة الناس بتتخصص فيها تخصصات دقيقة، وتعمل فيها أبحاث في حاجات صغيرة جدا. تروح لواحد مثلا بتاع أورثوبيديك، يعني مثلا العظام، جراحة العظام، يقول لك لا انت جاي لي عشان ركبتك، لا انا شغلي كله في المفاصل الصغيرة، وشغلي كله مثلا في انا واخد دكتوراه في الشولدر بس. يا يعني انت ما احنا دلوقتي كل حاجة ليها متخصص بتاعها، اوديك للدكتور اللي يفهم. يعني انت دكتور ومعاك دكتوراه وما تعرفش في التخصص اللي انا بقولك عليه ده؟ لا، في غيري. يعني مهما الانسان عرف، يدوبك عرف حاجة بسيطة. ان كان احد يظن انه يعرف شيئا فانه لم يعرف شيئا بعد كما يجب ان نعرف. جيت خلينا نتضع، فعلا لم يعرف شيئا بعد كما يجب ان يعرف. ولكن المحبة حاجة تانية بقى. إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده،
ده يبقى بيعرف ربنا. هنا الحب يوصل الإنسان لربنا على طول، خليه يتلامس معه. ها يعني زي واحد كده عنده وعاء صغير كده في محيط كبير، بس فيه فتحة اتفتحت عليهم بينهم بين بعض، فالمية بقت واحدة. بياخد من ربنا محبة كده، اللي بيتلامس مع ربنا قلبه يتملي من محبة ربنا على قدر سعة قلبه يعني، بس بيوسع شوية شوية. لكن يبقى عرف ربنا، ده ربنا، ده المية بتاعته، ما دام اتفتح عليه ده المية بتاعته. فإن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده، تلامس مع عرفوا بعض، عرفوا بعض. لكن العلم مستوى تاني، واضح هنا أن المحبة فيها مستوى روحي. أول ما الإنسان يدوق محبة ربنا يتفتح على ربنا، لكن العلم أجزاء كده، الواحد بيعرف حاجة وبيجهل حاجة، ومهما عرف فاللي بيجهله أكتر من اللي عرفه. فعايز نحط المبدأ ده قبل ما ندخل في قضية ما ذبح للأوثان وغيره، إن الأساس في الحياة المسيحية هو محبة ربنا اللي تملك على قلبنا، وبعدين تيجي المعلومات، ولكن سلوكياتنا تتبني على المحبة، مش بس تتبني على المعلومات. فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان، نعلم أنه ليس وثن في العالم، وأن ليس إله آخر إلا واحدة. يعني أصلا الموضوع في الإنجليزي بيقول an idol is nothing in the world، يعني ولا حاجة، ملوش قيمة، يعني ملوش قيمة الوثن ده. وإحنا عارفين أن الله واحد وكل الحاجات دي ده كلام فاضي اللي هم بيعملوه ده وبيعملوا لهم ذبائح. ولكن وإن وجد ما يسمى آلهة، موجود سواء كان في السماء أو على الأرض، ويوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، لأنه معتقدات الناس في ذلك الوقت أن في ناس كثيرة بتعبد آلهة أشكال والوان، سواء اللي بيعبدوا النجوم والسماء والكواكب والشمس والقمر، وفي ناس بتعبد حاجات في النباتات وفي الحيوانات، وفي ناس بتعبد حاجات خيالات كتير. ولكن خلينا احنا متفقين ان احنا لنا إله واحد. هنا حط مبدأ لاهوتي جميل حقف عنده، يقول لنا إله واحد، الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. هقف تاني، كلمة آب ها هنا طبعا بتترجم فاذر مثلا، لا، كلمة آب كلمة سريانية معناها مصدر، سورس، منبع، فاوند، مصدر أو منبع. فمنه كل شيء، منه نقول من الآب، الإب مولود من الآب، الروح القدس منبثق من الآب، الخليقة دي كلها من الآب، من الآب هو المصدر، هو النبع، هو النبع. ولأن النبع واحد فالله واحد، صحيح له ابن مولود منه وله روح منبثق منه، لكن في مصدر واحد للولادة والانبثاق هو الآب. واضح؟ مصدر واحد للانبثاق والولادة هو الآب. فإذا الله إيه؟ واحد. الجماعة اللي قالوا بدعة بتاعت الفيليوك اللي هي كلمة ومن الابن باللاتيني بيسموها الفيليوك، دي ظهرت في القرن السادس في أسبانيا، والكنيسة الكاثوليكية اعتمدتها في القرن الحداشر وعملت انقسام، ولسه لحد دلوقتي هم يعني مصممين ما يغيروهاش، يقول لك دي تمشي ودي تمشي. لا، ما فيش حاجة اسمها دي تمشي ودي تمشي، ما عندناش نص في الكتاب المقدس بيقول إلا إن الآب واحد والروح القدس من عند الآب ينبثق. وخطورة إن هم يقولوا منبثق من الآب والابن، إن هنا عملوا مصدرين للإيه؟ للانبثاق، مصدرين لانبثاق الروح الايه؟ القدس. ما دام في مصدرين في منبعين يبقى في ايه؟ الهين. ما دام اله واحد يعني مصدر واحد، منبع واحد، لكن لما نقول الروح القدس منبثق من الاب والابن، اذن في مصدرين
يبقى منبعين، يبقى في إلهين، وده خطأ طبعا إن الله واحد. فأنا عندنا الله واحد لأنه في مصدر واحد، منبع واحد، مولود منه ابنه منذ الأزل، منبثق منه روحه منذ الأزل. هنا يقول الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. قديما قالوا الآباء عبارة لهوتية كده، يعني ممكن سهلة مش صعبة ان احنا نفهمها ونحفظها ونفهمها، يقولوا كل شيء من الأب بالابن في الروح القدس، كل شيء من الأب بالابن بواسطة الابن أو من خلال الابن في الروح الايه القدس، هنناله في الروح القدس اللي احنا بيسكن فينا بالنعمة. كل شيء من الأب بالابن في الروح القدس. يقول ايه هنا؟ رب واحد الذي به جميع الأشياء. فاكرين الآية اللي احنا حافظينها برضو في يوحنا واحد اللي بيقول به كان كل شيء، مش كده؟ وبغيره لم يكن شيء ايه مما كان، بيتكلم على الكلمة الابن. ويقول ايه كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فبالابن كل حاجة تممت، بعقل الله بحكمته تمم كل حاجة. كل شيء من الأب بالابن وناخده في الروح الايه القدس، في نعمة الروح القدس اللي احنا بتسكن فينا وبتتجدد فينا بالصلاة وبالتسبيح وبالتوبة وبكلمة ربنا. نعمة الروح القدس فيها، في هذه النعمة بناخد كل الأشياء التي من الآب بالابن. فلنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، رب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن إيه به. ولكن ليس العلم في الجميع، بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنهم مما ذبح للوثن، فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس. لما يعرفوا أن ده أكل أحسن يكون ده الذبح للأوثان، فضميرهم ما يستحملش، ضميرهم يتنجس. يعني مقصود بيه ان هو يعني يتعب، يتلوث، يتعب، ده ما ذبح للأوثان. ولكن برضو نحط مبدأ تاني، واحنا حطينا مبدأ المحبة هي الأساس قبل كل علم، نحط مبدأ تاني. لو اختلفنا في قضية عن الطعام، الطعام مش هيأخر ومش هيقدم. قالها في روميا، نفس القضية كانت موجودة في روميا، موجودة في روميا 14، قال إن الجوف للأطعمة والأطعمة للجوف، والله سيبيد هذا وإيه وتلك. دي قالها في الإصحاح السادس كمان، الجوف للأطعمة والأطعمة للجوف، والله سيبيد هذا وتلك، ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب. في روميا 14 قال إيه؟ الملكوت الله ليس أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. هي دي الحياة اللي احنا عايزين نعيشها، بلاش ننزل لمستوى الأكل والشرب. ملكوت الله ليس أكلا وشربا، ناكل يوم ناكلش إيه، بل هو بر وسلام. ملكوت الله بر وسلام وفرح في الروح القدس. فهنا بيقول برضو نفس الكلام أو نفس المعنى، بيقول الطعام لا يقدمنا إلى الله، مش هيقدمنا في اتجاهنا الروحي، لأننا إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل إيه لا ننقص. الحكاية طبعا هنا بيتكلم روحيا، يعني بيتكلم روحيا إن الأكل مش هيزودنا في القامة الروحية، مش هيقدمنا لله، وعدم الأكل مش هيبعدنا ولا العكس. ولكن انظروا لألا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء. أنت ليك سلطان وكل زي ما انت عايز، وانت واثق ان ده لا اله ولا حاجة، دبحوا ايه عملوا ايه هو ده ايه الكلام فاضي، والاكل ما يفرقش ولا هيزود ولا هينقص، وانت ضميرك قوي وما تفرقش معك كويس. لكن معلش معلش، شوف بس في ناس مش زيك،
حس باللي حواليك. معلش انظروا انظروا يعني رجعوا نفسكم، لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء. طب وانا مالي بالضعفاء؟ ازاي وانا مالي؟ هو الجسم ده فيه اعضاء قوية واعضاء ضعيفة، هيحكي عنها في الاصحاح 12، يقول الاعضاء الضعيفة دي ضرورية، والاعضاء القبيحة فينا لها جمال افضل. وان كان الجسد كله عين فاين الاذن؟ يعني احنا محتاجين دي ومحتاجين دي ومحتاجين دي، والاعضاء الضعيفة ضرورية ولازم اراعيها، ما دوسش عليها قول وانا مالي. لا، انظروا لئلا ليصير سلطانكم هذا معثرة للايه؟ للضعفاء. لانه بيشرح له بقى المثل، ان راك احد يا من له علم، انت الراجل العالم وعارف ان دي لا اوثان ولا لها قيمه ولا الهه ولا تفرق، ورايح وبتشارك وبتاكل ومش فارقه معاك، ان راك احد متكئا في هيكل وثن افلا يتقوى ضميره اذ هو ضعيف حتى ياكل ما ذبح للاوثان؟ طب انت رايح وقاعد متكئ ويمكن ما اكلتش، لكن هو يقول طب خلاص ما فلان بيعمل كده، ويروح وياكل ويشارك الايه؟ ما ذبح للاوثان. طبعا يعني هنا بيبقى ساعات بيبقى جزء من العباده بتاعتهم ان هم يذبحوا للاوثان وياكلوا، طبعا مشاركتهم في العباده بتاعتهم دي تبقى عباده اوثان، يبقى ما فيهاش شهاده. يعني زي واحد مسيحي ويصلي مع اخواته في الكنيسه ورايح كمان في مع ديانه تانية، رايح يصلي معاهم ويقول لك ما احنا اصلنا اصدقاء متربين مع بعض، ويقول الكلام بتاعهم، طبعا مش معقول. فهنا بيقول انت بالطريقه دي هتكون معثره وتخليه يتجرأ يعمل حاجه غلط، انت فاهم وبتاخد بالك، لكن اللي هيشوفك يمكن يقلد وهو مش واخد باله ويتعثر. فيهلك بسبب علمك، اللي بالكم من كلمة العلم دي اللي عمال يركز عليها، علم من غير محبة تعمل عثرة في الكنيسة، علم من غير محبة يعمل عثرة في الكنيسة. فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله. ياه، كلمة جميلة ومهمة. الأخ ده غالي جدا جدا جدا، هيهلك. الغالي ده هيضيع، الغالي قوي 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 ده هيضيع بسببك، حاجة مهمة قوي هتضيع بسببك، مش حاجة، حد مهم. ده مات المسيح لأجله عشان ما يضيعش، ده المسيح موت نفسه علشانه. شوف قيمته قد إيه. يعني أنت يا رب موت نفسك عشان الضعفاء وعشان الأقوياء، عشان الأغنياء وعشان الفقراء، عشان اللي لهم قيمة في وسط الدنيا والغلابة اللي محدش حاسس بيهم، حب الكل وموت نفسه عشان الكل، فخلى للكل قيمة، خلى للكل قيمة. تعرفوا حكاية حقوق الإنسان اللي العالم بينادي بيها دي كلها أساسها مسيحي، أساسها مسيحي. كان زمان في أسياد وفي عبيد، وفي لون كده وفي لون كده، واللي معاه فلوس يتعالى على اللي ما معهوش، واللي عنده سلطة يتعالى على اللي ما عندوش. لكن اللي خلى كل الناس تحس ان ده إنسان له قيمته كإنسان، الأساس ده ان ده المسيح مات لأجله، فقيمه كإنسان، قيمه خلى إنسان له قيمة كبيرة إنه بيدفع فيه أغلى ثمن. طبعا إحنا نعرف إن قيمة الحاجة بتقدر بالثمن اللي بيدفع فيها. يعني أنا لما أقول مثلا أنا اشتريت الترابيزة دي $100,000، تقول ياه دي إيه دي؟ دهب دي ولا ألماس دي ولا دي؟ حاجة غالية أوي، مدفوع فيها 100,000. الإنسان كده الدافع فيه أغلى حاجة، الدافع فيه دم المسيح، دم حمل بلا عيب،
قيمة لا نهائية اتدفعت في الإنسان، فالإنسان بقى له قيمة ولازم أنا أحس بيها وما أعثرش. يقول لك فيحلك بسبب علمك، بسبب أنك أنت يعني عارف وفاهم ومش فارقة معاك وتتصرف كده بدون ما تحس بيه، فيهلك بسبب علمك. الأخ الضعيف الذي مات المسيح لأجله. وهكذا استخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف، تخطئون إلى المسيح. يعني أنا لما أغلط وأعثر حد أنا بغلط في المسيح. تخطئون إلى الإخوة تجرحون ضميرهم الضعيف، تخطئون إلى المسيح. تقول لي طب هو ضميره ضعيف؟ لا وليكن، لازم في كل كنيسة وفي كل مكان هنلاقي ناس ضميرها ما بيستحملش ولازم نراعيها. وما أقولش لا مش مهم هو اللي ضميره ضعيف، لا أنا برضو أراعيه واهتم بيه، ما كنش عثرة لي. في ناس ما تستحملش، في حاجة الواحد يعملها حتى بعيد عن الناس دي إذا كان هو متأكد إن دي مش غلط، لكن ما يبقاش بيتصرف هو مش فارقه معاه مين يتضايق مين يتعب مين يعني يتعثر. لا. وهكذا استخطئون إلى الإخوة تجرحون ضميرهم الضعيف، تخطئون إلى الإيه؟ إلى المسيح. وقال أنا لو علي بقى، لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لألا أعثر أخي. دي حاجة بالنسبة لي أنا ما أحبش أكون عثرة لحد أبدا أبدا. ده لو حاجة هتعثر أنا مستعد ما أكلش خالص من الصنف ده إذا كان الصنف ده هيعثر أخي. طبعا دي إشارة جميلة إن هو قلبه مليان بالمحبة. يعني معنى الآية الأخيرة دي زي معنى الآية الأولى بتاعت المحبة تبني. إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لألا أعثر إيه؟ لألا أعثر أخي. طبعا هو بيحط هنا نفسه نموذج، وبصراحة بيكلم الأقوياء، بيكلم اللي هما ضميرهم جامد وشخصياتهم جامدة وبيتصرفوا بطريقة كده مش مفهاش مراعاة إن في نفوس ضعيفة. ها؟ الأصحاح اللي بعديه هو كمل نفس التكملة، هاخد بس يعني جزء صغير منه في البداية. بيكمل بيشرح الآية اللي قالها في الآخر الأصحاح الثامن. قال ألست أنا رسولا؟ ألست أنا حرا؟ أما رأيت رب يسوع المسيح ربنا؟ ألستم أنتم عملي في الرب؟ يعني عايز أقول إن أنا مش صغير يعني مش قليل، وممكن أتصرف زي ما أنا عايز، إن أنا رسول، أنا حر في المسيح، وأنا شفت المسيح بنفسي، وأنا اللي علمتكم كل حاجة. إن كنت أنا لست رسولا إلى آخرين فإنما أنا إليكم رسول. ده أنتوا أكتر ناس قعدت عنده، لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب. أنتوا آخر كنيسة أنا ختم بها رسالتي وختم بها خدمتي. هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني. احتجاجي دايما كلمة احتجاج يعني شرح أو توضيح، يقولها كتير معلمنا بولس الرسول، والترجمة هنا تقولها كده، حتى في الإنجليزي بيقول answer يعني جوابي. لكن مثلا يقول لك أخذ بولس يحتج أمام الوالي، يحتج يعني يشرح موقفه يوضح موقفه يقدم الحجة. هي الفكرة جاية كده، مش احتجاج يعني يعني بيعترض زي ما احنا بنستعملها في الوقت الحالي. لا مش بيعترض ولا ده هذا اعتراضي، لا هذه هي حجتي. يعني واحد بيقدم الحجة، بيقدم توضيح وشرح لموقفه. ألعلنا ليس لنا سلطان أن نأكل ونشرب؟ طبعا لينا. ألعلنا ليس لنا سلطان أن نقول بأخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفا؟ الرسل متزوجين وإخوة الرب اللي هم يعقوب ويوسي ويوزة وسمعان متزوجين، وبطرس وعندهم زوجات، ولكن بولس الرسول برضو كرس حياته كلها من غير زواج. وقال أنا كانش ليه سلطان أن أنا أكون ليه زوجة، كان ليه زي بقية الرسل وإخوة الرب وصف. أم أنا وبرنابا وحدنا ليس لنا سلطان أن لا نشتغل
يعني ما فيش غير انا وبرنابا الوحيدين اللي ملناش سلطان ولازم نشتغل. بقيه الرسل ما كانوش بيشتغلوا، يعني اي شغل مادي كان مصاريفهم بتطلع من الكنيسه. لكن بولس الرسول كان مع انه له الحق وله سلطان ان هو زي ما هيشرح دلوقتي ان هو يشوف مصاريفه من ميزانيه الكنيسه او ميزانيه التبرعات اللي موجوده، لا كان هو بيشتغل بنفسه ويصرف كمان على اللي حواليه. من تجند قط بنفقه نفسه؟ يعني اللي بيتجند يتجند على حساب الحكومه اللي مجنده او الجيش اللي مجنده او الملك اللي مجنده، مش هيتجند بنفقه نفسه. ومن يغرس كرما ومن ثمره لا ياكل، او من يرعى رعيه ومن لبن الرعيه لا ياكل. عايز يقول ان انا من حقي كنت ان انا اكل من اللي انتوا هتقدموه واخد من اللي انتوا هتقدموه، وانتوا الرعيه بتاعتي وانا مفروض من لبن الرعيه ممكن اخد. قال لي علي اتكلم بهذا كانسان؟ يعني ده مجرد منطق بقوله؟ لا، ده مؤيد، الكلام ده مؤيد من الكتاب. ام ليس الناموس ايضا يقول هذا؟ فانه مكتوب في ناموس موسى لا تكم ثورا دارسا. يعني الثور اللي بيدرس في القمح ما تكممش بقه، سيبه ياكل من اللي هو بيشتغل فيه. ألعل الله تهمه الثيران؟ يعني الموضوع ده، الآية دي مكتوبة للبشر مش موضوع الثيران. يعني طبعا هي في عمل رحمة ان الثور اللي بيشتغل طول النهار في الحقل ما تكممش بقه، سيبه ياكل من اما يجوع وهو بيشتغل يمد بقه في الأكل في الحاجة اللي هو بيشتغل فيها وياكل منها. لكن هنا بيقول ألعل الله تهمه ثيران أم يقول مطلقا من أجلنا؟ إنه من أجلنا مكتوب، لأنه ينبغي. طبعا حطت المبدأ ده، عايز أقول إن هو هيقول كل ده من حقي من حقي من حقي من حقي، لكن وضميري المفروض أنا ضميري قوي وممكن أعمل كل الحاجة دي، وأي واحد يتضايق أو يعثر هو حر، يعني دي مشكلته. ابدا يقول انا استغنيت عن كل ده عشان ما تعبش حد. عندي قامه عاليه جدا. شوفوا بيكمل، انه من اجل لانه ينبغي للحراث ان يحرث على رجاء وللدارس على الرجاء ان يكون شريكا في رجاء. اللي بيشتغل لازم يكون هياخد من ثمره شغله. ان كنا قد زرعنا لكم الروحيات افعظيم ان حصدنا منكم الجسديات. يعني بنزرع كلمة ربنا ونزرع الحب ونزرع معرفة ربنا وتفسير الكتاب المقدس، يعني مستكترين علينا نحصد شوية جسديات، ناخد يعني ما يلزمنا من أمور مادية يعني واحتياجاتنا المادية لنا والأسرنا. إن كنا قد زرعنا لكم الحاجات الثمينة، إيه يعني هيطلع حاجة؟ كل ده ده النظام العام في الكنيسة لحد دلوقتي. إن كان آخرون شركاء في السلطان عليكم أفلسنا نحن بالأولى؟ لكننا لم نستعمل هذا السلطان، بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. يا سلام على المبدأ ده، أروع مبدأ للخدمة. نتحمل كل شيء لألا نجعل عائقا لإنجيل المسيح، عشان ما حدش يتعب، عشان ما حدش يعثر، لازم استحمل. نتحمل كل شيء، وحرم نفسه من حقوقه ككارز وكمكرس للخدمة. نتحمل كل شيء لألا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. ألستم تعلمون أن الذين يعملون في الأشياء المقدسة من الهيكل يأكلون؟ الذين يلازمون المذبح يشاركون المذبح. الذين يشاركون المذبح يشاركون، الذين يلازمون المذبح يشاركون المذبح. هكذا أيضا أمر الرب. يعني ده القانون العام بتاع الكنيسة اللي أمر به ربنا، إن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. أما أنا فلم أستعمل شيئا من هذا، ولا كتبت هذا لكي يصير فيها هكذا. مش هغير النظام بتاعي، لأنه خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري. هنا
ها في الحتة دي. عايز يحط لنفسه مثال إن كان أكل اللحم يعثر أخي فلن أكل لحم، إن كان في طعام يعثر حد مش هاكل، إن كان في حد هيتعثر من حاجة يبقى أنا مش بسلك حسب المحبة، يبقى أنا مستعد أستغني حتى عن حقوقي، هتحمل هتنازل علشان خاطر المحبة، عشان خاطر ما تعبش حد. طبعا أنا مش بتكلم حد مثلا يعني يعني مريض نفسيا مثلا وكل حاجة عنده شايفها غلط، فأنا مش هلاقي حاجة مع يعني هيقول لي لا دي بلاش، هقول له حاضر، ودي بلاش حاضر، ودي بلاش حاضر، ومش هنخلص، يبقى مش هنخدم. أنا مش بتكلم على المرضى النفسيين، أنا بتكلم على لو واحد ضعيف بيتعب لما يشوف حاجة زي كده، يبقى أنا لازم أراعي، لازم أحتمل. الفكرة الرئيسية بصرف النظر عن الأمثلة اللي موجودة في كرونسوس مش موجودة النهاردة، الفكرة الرئيسية هي المحبة، وإن لو في علم ما يبقاش بدون محبة، لازم أراعي المحبة، مش عشان أنا بفهم وبعرف بدوس وكمل ومش مهم اللي يتضايق ولا اللي يتعب ولا اللي يعثر، لا، لازم أهدي واحتمل واسلك حسب المحبة وأراعي مشاعر كل واحد. مبدأ جميل، لو كنيسة عايشة بالمحبة تلاقيها كلها قلب واحد وروح واحد، ولو غابت المحبة المشاكل ما تنتهيش، كل يوم طلع لنا مشكلة واثنين وعشر وما بتخلصش، لأن كل واحد يعتمد على المعلومات والعلم والمحبة ضعيفة ودبلانة في الكنيسة. عشان كده احنا قبل ما ندور ان احنا نعرف، لازم ندور ان احنا ننمي محبة المسيح في قلوبنا. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. هدي فرصة لو في تعليق أو سؤال، الأسبوع الجاي نكمل إن شاء الله. أي تعليق أو سؤال في الجزء اللي احنا خدنا النهاردة؟ الآية اللي بتقول الطعام لا يقدمنا إلى الله، البعض بيستغلها وينفي بيها فعل الصوم. بينفي بيها فعل الصوم في حياتنا الروحية. يعني ما نشغلش بنا النوعيات اللي هي بخاء يعني بيحرف الآية. يعني هنا الموضوع بيتكلم عن إيه؟ هنا في أي سيرة للموضوع الصوم؟ طب خلاص، فيعني اللي مخخها يعني هو نفسه يقاوم يعاكس المنهج الروحي بتاع الكنيسة اللي احنا مستلمينه من أبائنا الرسل، وعايز يعاكس بأي وسيلة. ولما تشرح له الصوم من الكتاب المقدس يقولك أوكي ننقل على حاجة تانية، يعاكس فيها برضه. يعني ده مش طبعا هو هنا مش بيتكلم على كده خالص خالص، فمعلش ما نلتفتش للناس اللي زي كده. في غلاطيا وفي كولوسي ولا يحكم عليكم أحد من جهة أكل أو شرب، هنا الكلام على الطقوس اليهودية، مش بيتكلم على الصوم والفطار، الكلام على الطقوس اليهودية والطعام النجس والطعام اللي مش نجس. وياخد الآية ويحورها ويقول لك أصل الصوم، وتشوف الكنيسة بتحكم على هذا. طبعا كلام مش راكب على بعض. يمكن حضرتك لو قريت الكتاب بتاع الشفاعة تشوف قد ايه الآيات اللي حاطينها ما تنطبقش خالص على موضوع الشفاعة، يقول لك كأنها دي ضد الشفاعة. التحريفات دي زي الأريوسيين ما كانوا بيعملوا بخصوص موضوع لاهوت المسيح، ياخد الآية ويحاول يركبها في غير موضعها زي ما الشيطان عمل. قال له بص ارمي نفسك ومكتوب الملائكة هتحرسك. قال له لا يا سيدي ما بتبقاش كده، مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ففكرة إن إحنا ناخد آية نركبها بطريقة معينة، لا طبعا، ده مش ده الموضوع اللي كان بيبحث فيه طبعا.
ساعات بفكر ان يتهموا الكنيسة الأرثوذكسية ان هم زي الفريسيين، وازعل قوي ان الواحد يعني ينطبق عليه كلام السيد المسيح اللي بيقوله الخشبة في عينك قد كده وتدور على القذى في عين اخيك، انه عمال يدين ويتعالى وكأنه هو بيعرف، مع ان الجهل يا عيني الجهل مظلم عليهم الموقف خالص، مش عايز يتعلم. الجهل جهل. العين لما بيبقى فيها خشبة كبيرة ما تبقاش شايفة كويس، وبس لقط يقول لك ده فيه قذى، انت بس عشان عينك فيها خشبة فشايف فيه قذى، لكن الحقيقة يعني ان الخشبة هي اللي ايه اللي عاملة مشكلة في الرؤية وبخليك تشوف قذى. زي واحد مثلا عنده يعني خطية معينة، وأول ما يشوف حاجة يعني يشوف واحد كأن الخطية دي في الواحد، إن هو عينه مش مظبوطة. في واحد معروف في مصر يعني بلطجي رهيب يعني، فأول ما يعمل خناقات مع الدنيا كلها ما بيوقف في الفضائيات ويشتم في الناس ويخترع قصص وكده. فلما يعمل خناقة مع واحد لازم أول حاجة يتهمه بيها إن هو إيه؟ إن هو بلطجي. حاجة غريبة. وإن هو كذاب، مع إن العكس، لأنه هو من فضلة حياته عمال ينعت الناس بأوصاف من اللي موجودة في حياته. ربنا يفتح ذهننا ويملأ قلبنا بالحب. يعني إحنا المحبة تخلينا نصلي من أجل الناس ومن غير ما نعمل شوشرة، نتفاهم، واللي عايز يعرف يسأل، اللي عايز يعرف يتعلم بحب وبالتضاع. لكن احنا مش هندخل في جدل مع ناس مش عايزه تتعلم، يعني مش عايزين يعرفوا، يعني اي واحد عايز يفضل في الضلمه مش عايز يقبل للنور. فانا مش هندخل في جدل، احنا بالمحبه هنصلي ونطلب لهم وهنعاملهم بكل الحب. يعني معلمنا بولس الرسول قال لست لي فخر الا بصليب السيد المسيح، او بما حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع، بصليب السيد المسيح. وربنا ساعات بحس ان ربنا عطاله شوكة الجسد، لاني معرفش ساعات بحس وانا بقرا بين السطور ان بولس كان فيه، كان ممكن جدا او كان بيقاسي من او بيحارب المجد الذاتي في كلامه. يعني اللي كانت بعد كده بتقول ألست انا رسولا، ألست انا حرا. فكان في كلام يعني بينه وبين نفسه كان بيقول يعني هو انا مش رسول، هو انا مش حر، وانا مش خدمت، بس ده بيقوله لهم، وانا مش من حق ان انا اعمل واسوي. ايوه معلش يا تسبون، بس يعني لو فكرنا شويه نحس ان برضو كان حتى بولس الرسول كان جواه الشيطان كان بيحاربه في النقطه دي بالذات، وعشان كده ربنا عطاله شوكة الجسد عشان يفكره دايما ان انت مهما كنت محتاجني ضعيف. معرفش انا يمكن ده لا، هو نفسه قال كده، قال لا ارتفع، اعطيت شوكه في الجسد وكنت في وضع ضعيف جدا، والضعف ده خلى نعمه ربنا تتفضل علي، وقال له تكفيك نعمتي ان قوتي في الضعف تكمل. طبعا هو الانسان بالذات اللي بيمشي في طريق ربنا بصدق بينجح، ولما بينجح الذات بتقول انا عايزه حته من النجاح دي، تاكل حته من النجاح كده عشان تنفخ نفسها شويه. الذات بتحاول تتغذى على كل او جزء من هذا النجاح. لو الانسان مش منتبه الذات بتاكل النجاح كله ويبتدي يتنفخ ويحس انه احسن من غيره ويتكلم عن تاريخه، وانا من ايام الانبا فلان انا اللي كنت معاه، موضوع الفلاني ده انا اللي عملت فيه، الحاجة الفلانية دي أنا اللي أنشأتها، وأنا أول واحد اتكلمت في الموضوع، وأنا وأنا وأنا.
هنا الذات أكلته. تفضلش حاجة المجد ربنا، ويضيع الإنسان، يضيع، يصطدم بالناس وينحرف عن منهجه الروحي اللي هو بيمجد فيه ربنا وينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. دي حرب خطيرة لكل اللي ماشيين في الطريق الروحي، كل اللي بيخدموا ربنا. لازم الإنسان يكون مصحصح ليها جدا 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 جدا، إنه دايما يقول أنا ما أنا لكن نعمة الله التي معي. كان يقول كده معلمنا بولس الرسول، يقول أنا عملت حاجة أنا ما أنا لكن نعمة الله، نعمة الله التي معي. وكل شوية يراجع نفسه يقول أنا عملت إيه، ده نعمة ربنا، دي قوة ربنا، الرب وقف معي وقواني كي تتم بها الخدمة. الرب وقف معي وقواني، مش أنا، كي تتم بها الخدمة. لكن لو الإنسان مش منتبه للأفكار دي، ده أنا بقي 30 سنة عايش مع ربنا، مواظب على الكنيسة وبخدمه، في 30 سنة دول مفروض دول الرصيد له في السماء، الذات عايزة تاكلهم كلهم وتقول أنا. طبعا دي عايزة يقظة طول الوقت، لأن ممكن الإنسان يتسرق، ممكن الإنسان يتسرق ويتسرق مجهوده، ويتسرق داخليا، حد يسرق منه من بره، لكن ذاته هتسرقه بدل ما يمجد ربنا. الذات وطبعا الذات لما بتكبر تكتر مشاكلها، لكن انت مش عارف انت بتكلم مين. انت بالك في الكنيسه كم سنه؟ ده انا هنا بقالي كذا سنه، انت مين انت؟ ايه ده؟ الذات خدت كل النعم اللي ربنا عطاها له عبر سنين طويله، والنجاح في الخدمه والمواهب اللي ربنا عطاها له، خدتها لحسابها. والإنسان يضيع، يستوفي أجره على الأرض ويطلع في السماء، ملوش نصيب، ملوش رصيد. دي يعني تفضل يا دكتور. أنا حاسس أن بولس في الموقف ده ما كانش بيعاني من حرب داخلية روحية، لأن هو كان بيرد على الافتراءات اللي هم أثروها. أيوه، هو بس بيلمح يعني أنه يعني ممكن يكون الإنسان يجيله يعني فكر انه ألست أنا كذا، ألست أنا كذا. لكن لا طبعا، هو نحط جنبها، نحط جنبها أن أنا ما أنا لكن نعمة الله التي معي. طيب، هو القضية ما كانش فيها دفاع، هي القضية كانت بيقول لهم احنا لازم نسلك حسب المحبة ونراعي بعض ونحس ببعض، مهما كان الانسان وصل لدرجات عالية او عنده سلطان انه يعمل حاجات، بس ممكن الحاجات دي تتعب بعض الناس. لا بلاش، انا مش هستعمل السلطان ده، ده المقصود. حد عنده سؤال؟ تفضل. يتسوى مقفول يا تسوان، مقفول. بولس الرسول كانوا يتهمون هو مش من ضمن ال 12 رسول، فهو بيدافع عن نفسه ان هو رسول، انه شاف المسيح والمسيح هو اللي اداله خدمته رأسه، واتهموا اتهامات كتيره ان هو حتى فلوس التبرعات كان بيتصرف فيها وكلام كتير يعني. فهو هنا مش بيفتخر بنفسه، ده هو بيدافع عن نفسه وعن الكلام اللي هم قالوا عليه. هو تسوني حضرتك فعلا ده حصل، بس بعد الرسالة دي. يعني هي الرسالة دي جات الحتة دي عرضية في الوسط، لكن الرسالة عشان كان فيها الكثير من التوبيخ والكثير من التأنيب على أخطاء والكثير يعني حاجات كثيرة. يعني لو عدينا مواقف التوبيخ والتأنيب اللي في الرسالة من البداية كتير كتير، فهم في فريق منهم اعترض
وقال لك ده راجل لا يعتد به وده مش من الرسل وكده. فالرسالة الثانية إن شاء الله لما نخلص الرسالة الأولى ناخد الثانية. الرسالة الثانية هي اللي فيها دافع بقى عن رسوليته بوضوح، قعد إصحاحين ثلاثة بالذات في الآخر يتكلم على إنه شاف المسيح وإنه واخد رسالة من المسيح وإنه يعني إنه هنا طبعا في تلميح لحاجة زي كده بيأكد في رسوليته، لكن الدفاع الأكبر هيجي في الرسالة الثانية، التوضيحات الأكبر إنه هو رسول وإنه كل كلمة قالها لهم دي من المسيح. أصل لو هم قالوا ده مش رسول وده مالوش قيمة، يبقى الرسالة اللي قدمها كلها والتعليم اللي قدمه ممكن الناس تتشكك فيه وتلغيه وده مش في صالحهم. فهو دافع عن رسوليته من أجل خلاص نفسهم ومن أجل ثبات الكنيسة، مش بيدافع عن حاجة شخصية. تفضل السؤال الأخير عشان أو التعليق الأخير. أنت قدسك قلت على موضوع انبثاق الروح القدس من الآب. أيوة. والكاثوليك بيقولوا والاب. فدي شوية عاوزة توضيح، لأن احنا بنتكلم على التثليث وهم كلهم يعني جوهر واحد، كوكب واحد، جوهر واحد، جوهر واحد وهي. جوهر واحد. طبعا موضوع انبثاق الروح القدس احنا ممكن ناخد فيه محاضرة، يعني موضوع مش صعب، لكن بيتهيألي انه بره محطوط نبذه صغيره كده اسمها في الحوار مع الكاثوليك، وانتوا طالعين خدوه، بالتالي فاضل فيه وانا عندي شويه في البيت اجيبهم لكم، هتلاقوا فيه موضوع انبثاق الروح القدس في 7 صفحات ولا 6 صفحات زغنطتين كده. هقوله لكم باختصار، يعني هو الفكره ظهرت في اسبانيا في القرن السادس، ناس يعني جهلا كانوا فاكرين ان اباء في الشرق قالوا ان روح القدس منبثق من الاب والاب، لان كان الشرق بيتكلم يوناني والغرب بيتكلم لاتيني، وكان الترجمات لحد ذلك الوقت مش لكل حاجه، يعني اجزاء بسيطه هي اللي بتترجم، لكن الكتاب المقدس اساسه باليوناني، والاباء الكبار اللاهوتيين اغلبهم يعني بيتكلموا اليوناني وكانوا اباء شرقيين مش اباء الغرب، وأسبانيا دي كانت آخر العالم القديم فكانت بعيدة خالص، فاخترعوا فكرة، كانوا بيحاربوا الأريوسية وقتها يعني عايزين يأكدوا مساواة الابن للآب، فقال لك نحط منبثق من الآب، نزود على قانون الإيمان لفظة فيليوك والابن، منبثق من الآب والابن، حتى تسمت القضية قضية الفيليوك بحسن نية وبجهل، وعملوا مجمع اسمه مجمع توليدو غالبا، وقالوا ان احنا نضيف لقانون الايمان، المجمع محلي نضيف لقانون الايمان اللفظه دي. احنا الحقيقه بره يعني بره المشاكل دي، لان احنا كان حصل انفصال بين كنيستنا والكنائس بتاعتنا الشقيقه الارمنيه والسريانيه اللي بيسموها الأورينتال تشيرشز أو اللاخلقيدونية، كنا بعيد عن المعركة دي. اللي حصل الكنيسة الأسبانية جزء من الخلقيدونيين فزودوا الكلمة، بابا روما دي الكنيسة دي تبعه ما اعترضش ما اتكلمش، كل اللي قالوا قال يعني ما نقدرش نضيفها يعني رسميا، يعني انتوا ضفتوها اوكي لكن ما نقدرش اضيفها انا رسميا. اليونانيين طبعا هاجوا واعترضوا عليه، قالوا له ازاي وقالوا له اسباب كتير، وانا هتلاقيها مكتوبه في النبذه الصغيره دي، الاسباب الانجيليه واللاهوتيه والابائيه والليتورجيه اللي تاكد ان خطا ان احنا نضيف الكلمه دي. ومن ضمنهم واهمهم اللي انا قلته في الاول، اللي انا قلته في وسط الكلمه، انه لو قلنا من الاب والابن اذا في مصدرين للانبثاق، يبقى في اصلين فربنا اصلين، يبقى في الهين، لا هو اصل واحد واله واحد ومنبع واحد ومصدر واحد هو الاب، والابن يعني زي قرص الشمس هو قرص واحد طلع منه النور وطلع منه الحراره منذ وجوده،
الآب منبثق منه الروح القدس منذ الأزل ومولود منه الابن منذ الأزل، هو أصل واحد. وبعدين اتطورت الأمور، فبابا روما هدى اليونانيين، بابا روما ده الغرب واليونانيين دول الشرق، زعماء الشرق يعني أو اللاهوتيين بتوع الشرق، وبابا روما ده يعني الوحيد الممثل الأساسي في الغرب، الكنائس التانية يعني تبعه. نقلت الأفكار، فضلت في أسبانيا لحد القرن الثامن، واتنقلت على فرنسا واتنقلت على ألمانيا. في ألمانيا كان في ملك عجبته الفكر اسمه شارلمان. شارلمان ده يعني حب يعني يقولك احنا برضو لازم نبقى متميزين، ففرض الكلمة دي على الكنيسة في وقتها. اليونانيين صرخوا تاني وقالوا البابا روما، قالوا له غلط، قال لهم انا مليش دعوة بشارلمان ده، احنا في روما مش بنقولها، وفرضها بالقوة شارلمان. ففضلت الكلمة متداولة في الغرب لحد منتصف القرن الحداشر سنة 1054. سنة 1054 جه بابا لروما في ذلك الوقت، اعتمد الكلمة وقالها في القداس، فاليونانيين بعتوا له حرم في اليوم اللي عمل فيه كده، بعتوا له 2 أساقفة، الباترك بتاع اليونان بعت له 2 أساقفة بوثيقة حرمه، وانفصلت الكنيسة عن الشرقية عن الكنيسة الغربية. وده الانقسام الثاني الكبير بسبب الكلمة دي. الانقسام الثاني الكبير حصل في منتصف القرن الحداشر سنة 1054 بسبب موضوع انبثاق الروح القدس، وبقت الكنيسة في كنيسة، الكنيسة الخلقدونية انقسمت نصين، شرق أرثوذكسي وغرب كاثوليكي. لما دلوقتي قعدنا لجنات حوار وكده، طبعا الكاثوليك ما عندهمش ما يردوا به خالص، شوية يخلطوا بين الانبثاق والإرسال، كل ده هتلاقيه مشروح في المحاضرة الصغيرة اللي هي مكتوب. مش قلنا لهم لا، الانبثاق غير الإرسال، المسيح يرسل الروح القدس، الإرسال ده حصل في الزمن يوم 50، لكن الانبثاق ده منذ الايه؟ الأزل. المسيح يرسل والاب يرسل، لكن الانبثاق منذ الازل والاب من الاب بس. ونص عندنا، نص في يوحنا 15:28، نص السيد المسيح بن فمه قال الروح القدس الذي من عند الاب ينبثق اذا جاء يشهد لي. فهنا نص واضح، وكل النصوص الليتورجيه وكل اقوال الاباء مفيش حد فيهم قال حاجه زي كده الى اخره. فهم لحد دلوقتي هم الكاثوليك يعني عارف اللي صعبان عليه ان هو يقول انا كنت غلطان، فيقول لك دي تمشي يا عم ودي تمشي. لا، اللاهوت ما فيهوش كده، ما فيهوش دي تمشي ودي تمشي، في حاجات لازم نكون في منتهى الدقه. شوف كلام بولس الرسول يعني امتى يقول به وامتى يقول له، فيش حاجه اسمها دي تمشي ودي تمشي. يعني طبعا مرة البابا جون بول الثانين تاني السابق الحالي يعني السابق للي موجود دلوقتي سنة 81 وهو في القداس قال منبثق من الآب. فالبابا شنو ده؟ لقطها، خد خبر ولقطها وحطها في الصفحة الأولى في الكرازة. وإحنا بنحيي البابا يوحنا بولس الثاني على شجاعته ان احنا نرجع للاصل بتاع قانون الايمان، احنا نرجع للاباء ونرجع للصح، وان هو يقول منبثق من الاب. حط كده تحيه كده في انا فاكر كويس قوي في الصفحه الاولى في الكرازه في 81 في عيد القيامه في 81 قبل ما الكرازه توقف، وقفت طبعا في سبتمبر 81. ولكن ضغطوا عليه بعد كده وقالوا له وبعدين انا ما دي زي دي زي دي، ورجع تاني يقولها من الاب والاب. اوكي، يوم الحد إن شاء الله هيباركنا نيافة الأنبا مكاريوس الإريتري، هو له يعني فضل في المنطقة، خدم المنطقة زمان لفترة، وبقاله 60 سنة راهب حسب ما أنا عرفت، وبقاله 20 سنة أسقف. فيعني إن شاء الله يكون في وسطنا ويصلي معنا القداس يوم الحد. إن شاء الله يبتدي النادي الصيفي في يوم 20 يونيو، عايزين نشجع أولادنا وإحنا كمان
اللي يقدر يساهم بأي مجهود بسيط في الخدمة دي يبقى حاجة عظيمة. النادي هيكون 8 أسابيع بس، 8 أسابيع في الصيف في 3 أيام، يعني هما كلهم 24 يوم. بنعمة المسيح هنحاول نرتبهم بشكل كويس ويبقى فيهم فايدة روحية وارتباط بالكنيسة للأولاد، وكمان نستثمر مواهبهم وطاقتهم. عندنا مهرجان الكرازة، ده مسابقة عامة بتتعمل الكرازة المرقصية في كل أنحاء العالم، فإحنا برضو مشاركين فيها مع مجموعة من الكنائس المنطقة، حوالي 5 كنائس. بداية النشاط بتاع مهرجان الكرازة هيبتدي يوم السبت اللي زي بكرة في كنيسة ماري جيركس، فبرضو مجموعة من الخدام والأولاد اللي هيروحوا، تبقى فرصة جميلة، ويبقى فيها مسابقات روحية وفنية وألحان ولغة قبطية وكده. وعلى فكرة هي فيها مسابقات لجميع الأعمار، للكبار وللصغيرين. يمكن احنا مهتمين بمدارس الأحد ودورنا على المنهج الإنجليزي، لكن المنهج العربي موجود، ويمكن أخ فادي موجود والدكتور جمال ممكن يطبعوا المنهج بتاع الكبار، في منهج في البحوث ومنهج في دراسة الكتاب المقدس ومنهج في الألحان للكبار. يعني الحقيقة أسقفية الشباب هي اللي بتعمل المهرجان ده، وبيحاولوا يشركوا فيه كل الشعب المسيحي بمختلف طبقاته، من سن حضانة لحد أكبر الأعمار، علشان يبقى ليهم يعني فرصة. المدرس يدرس، اللي ما يعرفش يتعلم، اللي يحب ياخد حاجة في الإبطي، حاجة في الألحان، حاجة في دراسة الكتاب المقدس، حاجة في تاريخ الكنيسة، حاجة في اللاهوت. حقيقة يعني مهرجان بيبقى جميل جدا، مجموعة مسابقات متنوعة بشكل جميل. أحاول أن احنا نعد المادة على سي دي بالنسبة للكبار، نزلناها كلها من على النت جات لنا، وممكن أن احنا ناخدها ونشترك، وتبقى فرصة جميلة. وبنبعت طبعا الأسماء لمصر، لكن احنا هنا بنقيم، بنعمل مسابقات على مستوى الكنيسة، ثم على مستوى المنطقة، ثم على المستوى العام يعني. وربنا يبارك يعني كل نشاط من أجل البنيان في الكنيسة. تفضلوا نصلي. المسيح قام من الأموات، بالموت داس الموت وألا أذينا في القبور، أنعم لهم بالحياة الأبدية. يا رب يسوع، من كل قلوبنا نشكرك لأنك يا رب أعطيتنا روح الغلبة وروح النصرة بقيامتك. نشكرك يا رب لأنك أعطيتنا روح الحب، المحبة التي لا تسقط أبدا، المحبة التي لا يغلبها حتى المياه الكثيرة لا تستطيع أن تطفئها. يا رب يسوع املأ قلوبنا من محبتك يا رب، أن محبتك انسكبت فينا بالروح القدس وتتجدد أيضا فينا بروحك. ادينا يا ربي نعمة أن احنا نسلك بالمحبة، ونزن كل أمورنا بميزان المحبة، ونراعي المحبة في كل كلمة في كل تصرف. نعترف أمامك يا رب أن احنا ناقصين في المحبة، لكن مين يكملنا ومين يزودنا ومين يملانا من المحبة غيرك؟ يا رب يسوع بارك كنيستك وشعبك، بارك عملك في كل مكان، بركة أمنا الست العذراء وبركة كل مصاف قديسيك. استجبنا عندما نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وزنا الذي للغد
أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.